الخروج عن المألوف ده يعني، وصححني برضو لو أنا غلطان، هذه الأغلفة وهذه الأنظمة المحيطة بالكوكب لو أنا فاهم مظبوط يبقى هي من شأنها أنها بتحمي الكوكب أو أنها بتمده بشيء ما من مسببات الحياة، صح كده؟ ده أكيد 100%، كلام حاجة بتقوله كلام صح 100%. حلو جدا. اللخبطة اللي احنا بنحس بيها في كوكبنا كله، تمام. الكوكب الأزرق زي ما بنسميه كده، لأنه هي في لخبطة في اسكندرية، ولخبطة كانت في استراليا، وكان لخبطة أيوة مش عارف في أمريكا الجنوبية، ممتاز. وفي عندنا يعني الـ 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 القطب الشمالي أصبح بيدوب، فأصبح في عندي منسوب عالي من المية، ممتاز. وما إلى ذلك. طيب هل ده معناه أنه في خلل في الأغلفة والأنظمة دي؟ هل ده معناه أنه المسألة مش متعلقة بس في ثقب، في جزء من الأغلفة والأنظمة؟ بالضبط، يعني حضرتك كلامك يعني الصراحة يعني to the point، يعني حضرتك يعني أصبت عن الحقيقة. يعني أنا ما ينفعش أن أنا أدرس ما يحدث في كوكب الأرض في الغلاف المائي بمعزل عن ما يحدث في الغلاف الحيوي أو في الغلاف الجوي. بمعنى إيه؟ مثلا أنا عندي الإنسان لما عملنا الاندستريال ريفولوشن أو الثورة الصناعية، حصل أن أنا عندي كمية انبعاثات ضخمة جدا. الانبعاثات دي أثرت على الغلاف الجوي، ولكن هذا التأثير على الغلاف الجوي كان من شأنه أنه يؤثر على الغلاف المائي. معنى كده أن التكامل أو العملية التكاملية اللي حضرتك تفضلت بيها ديت، حدث فيها الكلمة اللي حضرتك قلتها، حدث فيها خلل. ما أصبحتش العلاقات فيها نوع من الإنسيابية، ولكن حدث نوع من أنواع الخلل في هذه الأنظمة أو في تعامل الأنظمة مع بعضها، وبالتالي أدى إلى حدوث ما يعرف باسم الإكستريمز. تعال أدي حضرتك مثل، درجة حرارة المحيطات ابتدت تزيد. لما انا دلوقتي بيحدث عندي جلوبال وورمنج او احتباس حراري او ارتفاع مضطرد في درجات الحراره، فالمحيط الغلاف المائي درجه حرارته بتزيد. طب لما درجه حراره الغلاف المائي بتزيد، ايه اللي بيحدث؟ بيحدث للميه ديت بخر اكتر، بيحدث ايفابوريشن. طب البخر ده بيروح فين؟ في الغلاف الجوي. الغلاف الجوي ده هو اللي بيؤدي الى تكون الاعاصير على الساحل الشرقي الامريكي. معنى كده كلما زادت حراره درجه، كلما زادت درجه حراره المحيطات، السي سيرفيس تمبريتشر او درجه حراره الميه في المحيطات، ده معناه ان عمليات البخر هتبتدي تزيد، اللي من شانها تؤدي الى زياده في عمليه الايفابوريشن او البخر اللي هي تعمل لي السايكلونز، او اللي هي ما يعرف باسم، انا مش عارف الاسم، الدوامات الهوائيه. ايوه بالظبط كده، دوامات الهوائيه، تروبيكال سايكلونز، احنا بنسميها تروبيكال عشان بتحدث في المنطقه الاستوائيه. فحضرتك شايف العلاقه؟ يبقى اصبح ان في العلاقه ما بين الغلاف المائي والغلاف الجوي هي اللي بتؤدي الى حدوث تلك الاعاصير. وجدنا حاجة غريبة جدا، وجدنا ان الأتربة اللي بتحدث في شمال أفريقيا والعواصف الترابية اللي بتصدر من صحارى بتبتدي تتجه الى المحيط الأطلنطي. كويس. هذه الحبيبات الصغيرة من الأتربة بتؤدي الى تكون اكبر في السحب. تخيل ان الأتربة اللي بتطلع في شمال أفريقيا بتزود في عمليات السايكولوجينيسيس او تكون الاعاصير بشكل اكبر. الله، معنى كده لما يكون عندي تصحر اكتر في شمال افريقيا، كميه الاعاصير اللي هتحدث على شمال امريكا هتكون اكبر. حضرتك شايف الترابط قد ايه؟ انا عجبني جدا لما سيادتك قلت اللخبطه اللي حاصله في اسكندريه، وحضرتك قلت في استراليا وفي الساحل الشمالي. معنى كده ان احنا بنتكلم على جلوبال ايفنت، على احداث عالمية. على مستوى الكوكب عالميه، ولكن التأثير احنا بنسميه ايه؟ جلوكل. حضرتك سامع الكلمة؟ يمكن الكلمة دي غريبة شوية، احنا عارفين جلوبل وعارفين لوكل، لا انا بقول لك بقى التأثيرات بتبقى جلوكل. معنى كده ان انا عندي احداث عالمية ليها تأثيرات محلية مختلفة، فأصبحوا مرتبطين ببعض جدا. لما بيحدث خلل في نظام من هذه الأنظمة بيحدث اللي احنا شايفينه بقى دلوقتي، الخروج عن المألوف، التغيرات المناخية أو ما يسمى بالانبعاثات الحرارية اللي بتؤدي طبعا إلى الوورمينج، وبتؤدي إلى موضوع الإكستريمز أو الأحداث اللي هي خارجة عن النطاقات أو خارجة عن المألوف. وده طبعا مقلق، لأن الوضع الحالي يعني إيه، يدعو إلى القلق على مستوى العالم. ما بتكلمش على مصر، مصر هي أحدى الانتيتيز، يعني حاجة من ضمن الحاجات، الدول اللي ممكن تتأثر زي دول كثيرة جدا. الشطارة بقى أن أنا إيه، أعرف أنا إزاي هتأثر وإلى أي حد، وبالتالي أبتدي عمليات التكيف الأدابتيشن. لأن أنا لما بتعامل مع تغيرات مناخية أنا ليس مصدر إلى الانبعاثات، أنا مش دولة من الدول الصناعية الضخمة. مزبوط. اللي بتؤدي إلى كميات انبعاثات كبيرة جدا. يعني أنا لا أملك تغيير الواقع، اللي يملك مين؟
امريكا والصين والاتحاد امريكا والصين الاتحاد الاوروبي، الدول اللي هي عندها ايميشنز عاليه قوي هي اللي تقدر تعمل الحاجه اللي احنا بنسميها كلمه ميتيجيشن. لكن احنا كدول بتتاثر، احنا محتاجين عمليات التكيف التاقلم مع الوضع المستقبلي. احنا بقى المفروض نبقى عارفين ايه هو اللي ممكن يحدث، وبالتالي ابتدي استخدم التقنيات الحديثه واعرف ازاي اتعامل مع ما هو متوقع او يمكن ان يحدث في المستقبل. عظيم جدا. طيب